أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة وترنيمة. موضوعنا النهاردة عن السجود، والسجود مفتاح مهم جدا في كلمة ربنا. السجود بيتكلم عن حالة خارجية بتبين حالة القلب. الكتاب المقدس مليان بناس سجدت. خلي بالكم، السجود جزء من عبادتنا. في كلمة ربنا في ناس كتير قوي سجدوا. نشوف بطرس وهو في المركب بيسجد للرب يسوع، بيعترف انه خاطئ. خلي بالكم، السجود مش مجرد ممارسة، السجود تعبير عن العبادة. علشان كده الرب بيوصي شعبه في وصاياه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أحبائي، السجود مهم، لكن الأهم منه أنه يكون تعبير عن حالة قلب حقيقية بتعبد ربنا. كان في فنان دنماركي رسم عمل تمثال لرب يسوع، والتمثال دوت كان ليه وهو بيسجد في بستان جسيماني. بعد ما خلص التمثال بيسأل واحد من أصدقائه: تعال اتفرج على التمثال وقول لي رأيك فيه. خلينا بعد ما نرجع من الفاصل نعرف رأي الراجل دوت في التمثال اللي رسمه المثال العظيم. رجعنا بعد الفاصل عشان نعرف رأي صاحب المثال الدنماركي في التمثال اللي عمله للرب يسوع. أول ما بص للتمثال قال له: أنا مش شايف وشه، أنا مش قادر أشوفه، الإيدين اللي أنت حاططها حجبة وش المسيح. فقال له: عندك حق، أنا عامل التمثال دوت عشان اللي عايز يشوف وش المسيح لازم يشوفه هو ساجد. أسألك سؤال: نفسك تشوف وجه الرب؟ نفسك تستمتع بحضوره؟ اتعلم بوقار وبخشوع تسجد قدام ربنا. تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة اللي جاية. Thank you.
رجعنا لكم بعد الترنيمة عشان نكمل حديثنا عن السجود. السجود ليه معاني كتير في كلمة ربنا. أول حاجة الوقار والخشوع. إحنا محتاجين نتعلم وإحنا في محضر الله نكون بنوقر عمله، بنحترم وجوده. أحبائي، يمكن العالم اللي إحنا عايشين فيه ضيع وقار وخشوع العبادة، لكن إحنا محتاجين النهاردة نتعلم نرجع تاني نعبد الرب بقلب خاشع وبنفس راغبة وبجسد ثابت. أحبائي، كمان السجود معناه التقوى، قاعدة قدام الرب، تركيز في محضر ربنا. يمكن تكون كتير قوي بتصلي بسرعة، تقعد قدام ربنا من غير ما تفكر. يمكن كتير قوي بتقدم عبادة مش لائقة بالرب، لكن خلينا نتعلم وإحنا بنسجد للرب نقدم مع عبادتنا تقوى. كمان السجود معناه أني بعترف بأن الرب صاحب السيادة الكاملة. أحبائي، الملوك زمان كان بيتسجد لهم، كان بيتقدم لهم الاحترام. تعالوا نقدم احترام حقيقي للرب من خلال سجودنا، من خلال عبادتنا الحقيقية، من خلال قلب بيوقر الرب، بيخشع له، وكمان نفس وجسد ساجدين في محضر ربنا. عزيزي المشاهد، فكرتنا خلصت. أشوفك مرة تانية في برنامجنا فكرة وترجمة.